الساعة صارت يا ترى؟ قلتلي شو؟ صارت الساعة 10 دوبني فيق دادي تأخر على شغله. قلتلي شوف مفيقه لدادي. غريبة ليش هيك دادي مغطي وشه؟ ما في بالعادة يغطي وشه. ليش هيك مغطي وشه؟ ولي على قامتي؟ لك مين انت؟ انت خلودة؟ ليش هيك طالع لك دقن؟ بسم الله، لك شو صار لك؟ انت خلودة ليش قاعد هون؟ لك كيف انا خلودة؟ انا دادي شبكي؟ هلا انت دادي مو خلودة معقول؟ لك شو هالحكي من عند هالصبح؟ طبعا انا دادي، ليش هيك عم تحكي؟ شو صاير لك؟ بس انت خلودة، انت مو دادي، شو هيك عم تحكي؟ لك يا بنت الناس انا جوزك شبكي؟ طيب اذا انت دادي وينو خلودة معناها؟ اكيد بغرفته، وين بده يكون يعني؟ قوم نشوف وينو خلودة؟ يا حبيبي اذا هذا دادي معناته وينو خلودة؟ والله ما بعرف شو قصتك من عند الصبح. دادي تعالي شوف وينو خلودة؟ تعالي تفضلي لنشوف شو اخرتها معك. هون خلودة؟ خلودة؟ يا لطيف، هلأ دادي صار خلودة وخلودة صار دادي؟ أم خلودة اسمع أهل السمعة، أمك مخلطة بيناتنا اليوم، مدري شو صلى. شو هاد يا؟ مالي غير اتقبل الأمر الواقع، شكلي أنا نسيانة شكل دادي وخلودة. خلودة؟ أنت خلودة؟ أنا خلودة. كيفك؟ منيح. هيك نايم بين الهاجي واجي؟ هدول الهاجي واجي كلهم إلي. والله شو هاليوم الغريب هاد، شكلي عم بتخيل كثير أنا اليوم. يا هاجي وقياتي يا حبيباتي، يلا خلودة قوم على المدرسة، تأخرت أوام. دادي خليني نام شوي، بس شوي الله يخليك. قوم أحسن لك. ها بدي عد لثلاثة وإلا بكبلك الهاجي وقي. واحد اثنين ثلاثة. قوم تأخرت لك، قوم تأخرت خلودة قوم. والله شكله صار لازم كبلك كل هالهاجي وقي. ها لك شو راح تكبلي الهاجي وقي تبعي؟ تضرب أنت وياهم. كبلا يا دادي، كبلا يا كبلا يا دادي، لأنه ما عم يفيق. هات لشوف. هي قوم احسن ما زدتك معهم هلا. اها يلا خلودة قوم، يلا قوم. شو هاد يا جيل اخر زمن والله. يلا قوم فرش اسنانك لشوف قوام. دادي بليز خليني نام بس شوي. لك قوم. ايمو دادي تاخرنا. تاخرنا يا بابا كثير تاخرنا قوم. تعرف اليوم مديرك بده يبهدلك بهدله لانك تاخرت. هلا المدير بده يعصب منك اذا تاخرت. يلا فوت. تعال يلا لشوف فرش اسنانك منيح. ما بدي المي بارده. ما بدي. لك ما بدي. روح زيمو، روح زيمو دادي. لك يا خلودي تعال هون. تعال هون. يلا يلا فرشات اسنان. يلا فرش اسنانك. اوكي وين رايح؟ وين رايح دادي؟ رايح تحت حمام سياره. بدك تحمي سياره؟ بدي انزل معه. يا ديب يا علينا، بدي فرش اسناني عند هالصبح. يلا امري لعليا. روح تعمل اكل لخلودة وانا حمي السيارة. يلا روح حمي السيارة، روح الدنيا برد دوبة تحمى. سويته. الله معك. ولنا باي باي باي. خلصت فرشات اسنان؟ وينو يلا روح البيت لما اعمل لك لانش بوكس، فهمان خلودة؟ لا تقط مهيصة. يلا ابوك عم يستناك تحت. لروح انا اعمل له لونش بوكس لهالولد تاخر على المدرسه. رح احط له سموناته المفضلين وشويه لبن. شو جابك دادي؟ شوفي لك شوفي ابنك شو قاعد عم يعمل. تاخر خلوده. بس قد ايش صارت الساعه؟ لك انت لهلا ما لبست؟ بس اخر دقيقه دادي ان شاء الله، بس اخر دقيقه. لك خلوده لا تجنني، هلا المدير تبعك بيعصب علينا اذا تاخرنا. هات الموبايل لشوف بابا. بس لك بس لك اتركه. خلص خلوده، بس بترجع من المدرسه بتلعب فيه، هلا بدي اخبيه. خلص بس ترجع من المدرسه بتلعب. عم يقول لها بدي استنى لحتى اروح المدرسه وبرجع لالعب. ايه قوم البيت، قوم تاخرت. قوم. بتعرف شو دادي؟ دادي بابا لا تخبي لي التليفون، بس بدي ارجع بدي اخذ التليفون. لا ما في تليفون، ممنوع التليفون، بس ارجع على البيت بتاخده. دادي روح خليه يلبس غصب عنه، انا عم بعمل له اكل لسه ما خلصه. تعال شوف قدامي البيس. يلا قوام. معلش اخذ بوسه لعلي، بس بوسه للدقنه الحلوه. ايش ما تجيب للرضا. شو هالولد المرضي هذا، الله يرضى عليك. شو كبير، مو تفكر حالك بلفتني اذا اعطيتني بوسه. ايوه يلا روح البيت من تمساكت لشوف. وين وعي الا ماما ما بعرف البس لحالي. حبيبتي وينك؟ تعالي هون شوفي ابنك، تعالي لبسي. يلا جايه جايه يا علينا.
لك شوفي ما عم تخلوني اعمل شيء. شوفي تعالي شوفي ابنك هذا ما عم يعرف يلبس لحاله مثل اولاد الصغار. ما عم تعرف تلبس لك القريضه صار عمرك هالعمر 7 سنين ولا ما بتعرف تلبس. عندي رياضه اليوم. رياضه عندها؟ يعني بدك تلبس لبس رياضه؟ بكره. ايوه طيب لاقي لك لبس رياضه. يلا وين وين ثيابها؟ شو عم تعمل؟ يلا خلودي الله يرضى عليك تأخرنا بسرعة وراي لشوف. ولي علينا ما بدي روح والله برد وهلأ درس رياضة غليظ خليني ارجع نام. لا إن شاء الله لا لا لك خلاص يلا تعال كل يوم هيك تعمل فينا. امشي 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 يلا روح. باي دادي سوق منيح ودير بالك على حالك. روح انت سوق منيح دادي. ايه ايه يلا دير بالك علي. لا 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 خلودي يلا الله معكم. دادي يلا صارت الساعة 3 صار وقت تروح تجيب خلودة من المدرسة. ماشي حبيبتي يلا معناها أنا رايح جيب خلودة. بدك شي؟ لا الله معك مع السلامة. دير بالك وانت عم تسوقها. الله معك. جيب لنا شوية خبز معك. ايه ماشي تكرم عينك. وينك حبيبتي نحن اجينا. شو الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يا دادي. كيف خلودة كيف كان يومك؟ لك لك هيك لك هيك هيك بتتلق لشنطايتك. الله لا كان جاب الغلا. ما شاء الله حولك ودغري رايح على التليفون. انا شو لعب بالجيم لك شو جيم ما جيم دادي. لك خلو دارو خير تيابك بعدين عاد العاب. يلا بابا هلا شو انت عامل بس شوي اعطيني شوي بس هيك تعبان. دادي احكي لك كلمة. لك قوم بوسخك وبقرفك عم تقوم تلعب. قوم يا الله تو ماتش دادي بليز. بدي انا بدي بس هيك ارتاح من المدرسة. لك قوم غسل يلا. قوم غسل والبس ولا ها سمعت غسل والبس بعدين العب. يلا قوم علينا. يلا رايح رايح ماشي. يلا خلود عندك تسميع. ما سمعت جدول الضرب هلا. ما اخذنا ما اخذتوا له جدول الضرب. يلا عود جهز حالك في جدول الضرب هلا جاي. دادي دادي تعلق لك تعلق لك بدي لك شغله. خير حبيبتي شوفي شوف شوف وين زدت البشكير. تعال دادي هلأ دادي نسمع له جدول الضرب خلودة ماشي ماشي. هلأ إذا طلع ما له حافظه لازم ندقه فلقة لأنه آنستو قالت إذا ما حفظ جدول الضرب لبقى يجي على المدرسة. فإذا ما طلع حافظه لازم ندقه فلقة يا دادي. بديك ما هي تزعل عليه وتقسى عليه لأنه إذا ما عملنا هيك ما رح يحفظ جدول الضرب. دفعنا؟ اتفقنا دادي؟ ايه يلا روح رح جيب لك ورقة وقلم عشان تسمع له. يلا هين جيب له جدول الضرب لدادي وخلوده. خلوده عاد مثل العالم انا عم حاكيك. قوم عاد مثل الخلق هيك بدي اسمع جدول الضرب. شو هالمسخرة هاي؟ يلا دادي رح نبلش لك بجدول واحد خلوده ماشي؟ ماشي لأنه سهل. يلا يلا خلوده. واحد ضرب واحد يساوي؟ واحد ضرب واحد؟ ايه واحد ضرب واحد يساوي قديش خلوده؟ كتير سهلة. شو؟ إن شاء الله ما بتعرف. ما أقول خلوده ما بتعرف واحد ضرب واحد قديش يساوي؟ دادي خلص أعطيه فرصة تانية. قله قله رقم تاني. ما أخذناها بالمدرسة دادي هي ما أخذناها. لك أنت سلك أنت ختمته لجداول الضرب وجدول رقم واحد وبتعرفه يا عيب شو عليك. دادي أعطيه فرصة تانية. دادي تعلق لك هلا إذا ما عرف بدنا نقوم ندقه فلقة ماشي؟ ماشي يلا قله رقم واحد. تعال نشوف هالمرة 2 ضرب 2 قديش؟ ضرب 2 راحوا على المستشفى واثنين راحوا على السجن. شو؟ يا ديب أنت يا ديب. دادي قوم دق فلقة. واللي حي أنا كسل أنت يا كلب. والله نكسرك يا خلودة أنا فرجيك. يلا دادي تعال جهزت لك المقشة. روح دق فلقة لابنك ربيه ربيه هيك بتربوا الأولاد العسل من عصا. قد مد رجليك ارفع رجليك يلا ارفعهم ارفعهم. يلا دادي لا مو من هون الواحد بيضرب يا دادي من تحت. دادي يلا اضربه اضربه. اي لك اي اي تستاهل. دادي خلص التوبة التوبة ما بقى عيدها. اضربه دادي لا ترد عليه. دادي التوبة ما بقى عيدها. بابا بليز بليز خلص ما عاد عيدها. لا ترد لا ترد دادي لا ترد. قوية لك قوية يا بابا. قوي له. لك عجد عجد قوية هي. قوي له. قوي له خل دادي قوي له. لا 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 خلص غلط.
دادي خلاص خلاص تعلمت شو تعلمت الدرس؟ دوبك اخ يا رجليات بدك تحفظ جدول الضرب ولا لا؟ بدي احفظه لاحي if you again I'm gonna kiss اللي انت ياكل سمعت؟ انا اسف يا هي أبقى. اخر فرصة لإلك توبة ما بقى عيدة بدي ادرس هلا من كل قلبي شو هالمسخرة اخ يا رجلي تستاهل تستاهل وهي قرصة من عندي اخ من كل قلبك هي القرصة اخ عن جد هيها اي شوف شلون ضايقته لأبوك شوف شلون حاطت الحزن بالجرن لأنه ضربك اسف يا بابا انا اسف بوس ايده بوس ايده لا بقى تعيدها يلا قوم دروس هلا بعد ساعتين عندك أنسة عربي قوم بدك تروح عند ايه بعد ساعتين بدك تروح عند أنسة العربي يلا في عندك درس لأنه عربيتك بتهوي أوكي. طيب. يلا بعد ساعتين بدنا نجي النادي لك تروح عند الأنسة يلا قوم شو أعمل أنا هلا شوف شلون مزعله لأبوك شو أعمل أنا شو ساوي قوم دروس يلا قوم خلوده مثل الآدمي على غرفتك درس جدول الضرب عشان بعد شوي بدنا نروح عند الأنسة العربي يلا قوم قوم بقى يلا هاي يا علينا على هالعيشه شو هاد يا كله دراسه 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 صحح لك لان صحح لك شوف الاولاد كيف عايشين شو الحل ولا نهار بده جوابايه شو بيعرفني ما بيفهم يلا دادي طول بالك بكره بيكبر وبيتغير ان شاء الله دادي مرقوا ساعتين يلا تاخر خالد على الانسه قوم جيبه قوم روح له يلبس مشان يروح عند الأنسة تأخر يلا جاي معك هذا لأنه ما بيقوم من حاله انت نايم؟ لك ما قلنا لك عندك أنسة؟ يا ماما حاسس حالي عم يوجعني حالك عم يوجعك؟ ايه بطني عم يوجعني كمان معقول دادي؟ اخ يا دادي اخ يا دادي دادي بتعرف شو مضر اليوم ناخده عند الأنسة خطي ماله حسان ماشي؟ خلاص سلامتك نامني اوكي يا بابا يلا بنام نام منيح يا عمري سلامتك سلامتك خلوده كذبت عليه هون قال جدول الضرب بلا جدول الضرب بلا أنسة العربي شو هالمسخره هاي وين تليفوني شلون اجيب التليفون قوم شوف شلون بدي اجيب التليفون دادي كيف كان يوم شغلك ان شاء الله منيح الحمد لله ماشي الحال منيح كثير منيح الله يعطيك العافية يا رب شو عملت اليوم بشغلك؟ والله يا حبيبتي كان عنا كتير ضغط شغل بالشركة تبعي اليوم بس الحمد لله قدرت أدبر أموري هنيك الله يعطيك العافية الله يعافيك يا رب الحمد لله اللي ما شافوني خليني أضغط وألعب بالجيم تبعي أنا رايح أمشوف خلودة بركي لازمه دواء أو شي طيب أنا جاية معك دادي نشوفه لخلوده ماله حسنان لإن لك شوفي ابنك شو قاعد عم يعمل شو هاد شو عم يساوي هاد بسم الله ليش هيك مغطي حاله لك شو عم تعمل كتشف معك مو عزاز ضعفان اتحسنت يا على قطعتك شو كذاب دادي هذا كذاب انت كيف هيك تعمل أنا آسف يا دادي بقاسه انا كنت حاسس حالي مو منيح هلا بس حسيت حالي احزان دادي بتعرف شو بده فلقه تانية لا كل شيء للفلقه لا بدك فلقه تانية شيء للفلقه مشان الله بتعرف شو دادي هالمره بدنا نشبحه على السلم بدنا نشبحك على السلم كل شيء لا تشبحيني على السلم قوم لشوف ايما دادي قتلتيني دادي كيف بدنا ندقه قتله هالمره مالنا غير نخوفه بال ونزدت عوشه لأنه بيخاف منه كتير والله هذا عقاب كتير حلو هو لأنه كتير بيخاف من القطة ماشي؟ ولا خلوده؟ شو عم تتوشوش علي؟ أوه دادي؟ قليل ترباية وعم تعمل حالك ضعفان وعم تحكي أم تفتح هون لشوف خليني أخذ القطة وتغطى بركي بيتخبى مدري شو بدهم يسقوا فيني إجاك الموت يا تارك الصلاة بابا بليز بليز ما بقى عيدة بليز خلاص ما بقى عيدة مو على كيفك كل مرة بتاكل قتلة وبتعيدها دادي يلا نفذ الخطة وينك؟ يعني شو بدكم تساووا لي أصلا؟ وينك؟ يلا يعني شو بدكم تعملوا لي؟ هلا بتشوف شو بدنا نعمل لك يعني شو بدكم تساووا لي أصلا؟ أنا ماني خايف أنت مانك خايف؟ لا من القتلة ولا من الفلقة هلا شوف شلون بدنا نخوفك؟ بشو بدكم تخوفوني؟ ما في شي خاف منه أصلا ما دخلك هلا بتشوف لقيتها دادي؟ يلا روح حطها روح حطها عليه هلا بده يخاف منها
مستعد؟ إذا بتتحرك لا كل شيء تنقطع. لك 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 جيبها 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 دادي. جان الله يا دادي كل شيء تنقطع يا دادي. حط عليها يا دادي كل شيء تنقطع. حط حط عليها حط عليها حط عليها. لا لا وعوشي وعوشي. جيبها رجع جيبها دادي. شو رأيك؟ دادي خلص توبة. شو رأيك بهالعقاب؟ والله أنا بخاف من القطة. حط على وشه على وشه. لا لا حط على وشه حط على وشه. لا توبة يا دادي خلص خلص. بعمل لك اللي بدك يا بعمل لك شو ما بدك. أكيد أكيد مليون بالمية. وبتحفظ جدول الضرب؟ بحفظ جدول الظهر وما بقى بتكذب. وبروح فيه على المدرسة بروح الصبح كله بعمله. سمعان؟ سمعان دادي؟ انت قد كلمتك خلودة قدى؟ قدى؟ ايه قدى. لنشوف؟ خلاص التوبة التوبة كل شيء له قطة. يلا أول شغلة بدنا نعملها بدنا نسمع لك جدول الضرب. حافظه حافظه؟ ايه 1×1 واحد ضرب واحد واحد. برافو دادي صعب له ياها. 3×1 3 3؟ ايه برافو دادي. أصعب أصعب. 4×6 يلا خل دادي شو الجواب؟ 24. برافو برافو خلونا صار ولد آدمي. برافو يا عمري. قومي حبيبتي شوفي ابنك جوعان أكيد بده يأكل. إيه والله صار له قديش ما حط لقمة بتمه. يلا جاي أعمل له أكل. لك يا دادي شوف ابنك شو عم يعمل. عم يأكل بسكوت ما بيصير. حاكي لك يا كلمتين. بابا أنا بحب البسكوت. طب شو أعمل؟ بس واحدة. بس واحدة؟ بس واحدة ما في تندين. ايه خلاص بس واحدة أمرك. يلا خلصها قوم كل أكلاتك ليكم. ها ما بحبه هاي دجاج وبطاطا. هذا الأكل لازم تاكله. ما بحبه. شو ما بدك تحبه مو على كيفك. ما بحب هاي الأكلة. شوف لك حلة دادي معه قال ما بيحبه قال. هات لشوف. يا الله ما بدي اكل ما بدي اكل. تكوني بحالي. طيب بدي انا باكل لحالي. تحت امك. يلا تحت امك بدنا نطعميك الاكل. لك شوف قديشك نحيف جلده وعظمه. يا الله ما بتطلع 15 كيلو. يا الله بليز ما بدي اكل. تحت امك. افتحت امك. يلا بدك تاكل ما بدك تكبر ما بدك تصير ذكي ما بدك تتعلم جدول الضرب. اه طيب شو عليك. اوكي هيرز مور بتيتا. تعال شوف تعال شوف. اه والله نعسنا يا دادي. قوم يلا قيم تليفونك صار 9 ساعات. بس بس هالجيم بابا. هاي هاي خلص. لك لك ما بدك تتربى انت. طيب خسرتوني. شو هالمسخره هاي صار وقت النوم. يلا قوم على غرفتك نام ونحن ننام على غرفتنا. يلا قوم. ما بدي نام لحالي بدي نام معكم عم خلص. لك يا الله لا يكبر اليهود الهي. شو تنام لحالك. ما بدي ما بدي. يي دادي بدي نام معكم انا. شو رايك دادي بنسمح له؟ يلا ماشي بينام معنا بس اليوم. يلا ماشي بس اليوم. ايه انا بدي نام بالنص. ايه بدك تندحس بالنص؟ ايه بعدولي. يلا تصبحوا على خير. دادي دادي خلودة خلودة دادي. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد اللي شفته حلم ولا حقيقة؟ شو بكي نقصيني؟ إيه الحمد لله لساته دادي. لا اطمن انه هذا خالد لساته خالد. إيه الحمد لله الحمد لله شكلي عم بحلم. الحمد لله طلع حلم. الحمد لله يا ربي الحمد لله كان حلم. ولي عليه شو هالحلم المزعج.